ازيكم اصحاب منين ايه معاكم جودي معاكم جمال كانوا تعالوا جودي النهارده على فيديو جديد بس قبل ما تكسر الفيديو ده 2000 لايك انت قلت فيديو ولا فيديو هي مش وقعت هي طارت هي مش وقعت شفتوا اللي بيحصل لي قومي هاتيها بسرعه النهارده ان شاء الله باذن الله هنصور لكم فيديو جديد ايوه هنصور لكم فيديو جديد الميداليه ايوه او دي اللي عملت وي خدي بقى كده وريها لهم امسكي دي ايه دي ميداليه مفاتيح عايزه حد يمسكها عشان الكاميرا تركز في ايه في ايديكوا انتوا وريهاني كده يا جيدتي بصوا استنوا امسكي كده عشان الكاميرا مش قادره تركز بسم الله اهي بصوا هنعمل ايه بقى هنعمل واحده زي دي كده بالظبط بس هنعملها باللون البينك نقول بسم الله اول حاجه هنشتغل بالايه بالخيط النايلون ايوه بالخيط النايلون الابيض احنا هنا مجهزين المقاس بتاعنا اخدنا فتله طولها 30 المفروض ان احنا بالولاعه بنعمل الطرف بتاعها علشان نخليه فين الطرف اللي احنا عاملينه ايه ده احنا مش عاملين فيها اي طرف طب امسكي انت كده يا قمر زي ما انت كده بصوا بقى احنا بنعمل ايه بالولاعه كده وبنخلي الطرف بتاعها يبقى شبه الابره كده بيبقى ليه ايه سن بيبقى ليه سن تمام الطرفين لان احنا هنشتغل ايه اهو هنشتغل في الطرفين يبقى فيه سن كده زي الابره حلو كده يلا اول حاجه هنشتغل بايه اول حاجه الخرزه الكبيره فين وريهم بقى كده دي الخرزه الكبيره او الكريستاله الكبيره اللي هتبقى هي الايه مكان الدبدوب ده تمام نقول بسم الله اول حاجه هنحط العلقه الكبيره او الخرزه الكبيره اللي هتبقى اساس الميداليه يلا بسرعه تمام كده طبعا الكريستاله تحسوا ان هي لونها بينك شفاف شويه فاحنا محتاجين ايه احنا محتاجين خرز يكون مش مساله قلوب يكون الفتحه بتاعته كبيره محتاجين خرز ثواني اهي القلوب اهي محتاجين خرز يكون الفتحه بتاعته كبيره وهندخل معاه لولي يخلي شكل الميداليه حلو اول حاجه هنعمل ايه هاتي بقى كده دي عشان نمشي على نفس الخطوات احنا كده حطينا العلقه هنحط بقى كده خرزه كبيره قلب يلا سريعا واحده قلب وثلاثه اوكي اهم يا جودي ثلاثة لولي بسرعة نو المفروض بتدخلي فيها الفتلتين يا قلبي حطي لا حطي الكريستالة جودي عشان اول مرة تعمل حاجة زي كده تحسوها قاعدة متلخبطة خالص خليكي واثقة في نفسك وقولي يا رب دخلي الكريستالة ماشي الفتلتين مع بعض يا جودي دخلي فيهم القلب يلا دخلي القلب القلب يكون عادل انت كده حطاه بالشقلوب تحت ايوه عدي الفتلتين اهي يس بس فين المشكله بصي يا جودي مش اي حاجه تستسلمي لا ما بحبش كده مش اي حاجه ولا انا ايه انت لسه مستسلمه حالا مش اي حاجه تستسلمي بعد القلب هنحط ايه ثلاثة لولي بالراحه بقى عشان الفتحه بتاعت اللولي صغيره شويه هتغلب على ما تدخلي الفتلتين لو مش هتعرفي خلي اختك تعملها لا ادي اختك تعمل الخرز الصغنطط عشان هي ايديها صغنططه لا انتي قمر انتي قمر والله يلا جايدتي بسم الله خرز التفسيره يا جماعه الله هي جودي ما بتحبش تشتغل غير بخرز التفسيره الظاهر ان ماما هي اللي هتاخد الحاجات دي تركبها لا اله الا الله الحمد لله لا امسكي يا قلبي ايه ده ايه اللي حصل بصوا حبايب قلبي نقول بسم الله ثواني عشان اختك لخبطت الدنيا خالص بص حبايبي نقول بسم الله اول حاجه دي الكريستاله الكبيره او اللي هي العلقه الكبيره اللي هتبقى في الميداليه حطينا الخرزه اللي ايه اهي اللي فتحتها كبيره تمام اللولي ده عايزين نمسك الفتل كويس قوي كده مع بعضها ثواني عشان في فتله طويله شويه ثانيه واحده اهي بصوا بقى نمسك الفتلتين كده مع بعض عايزين نحاول نخلي الكاميرا تركز
لا ارفعي ايدك شويه عشان الكاميرا تركز كده. اهي ابتدت تركز. ونبتدي نعمل ايه؟ اهو مش برضه مش مركزه. لا اهي ثواني. مين اللي مش مركزه؟ الكاميرا. ثواني اهي ركزت شويه. ادي واحده لولي. هندخل بقى ايه؟ ثلاثه. ثواني بقى كده. فين الثانيه؟ الثالثه. واحده كمان. وادي الثالثه. انا عايز ادخل ده. ثانيه واحده. حاضر حاضر. استني عشان في حاجه جوه ساعات بتخلي الفتله تعلق شويه. طب انت مده شويه. اهو اهو لا في حاجه في اللولي دي مش راضيه تعدي. اهي بصي لما بتبقى الخرزه سليمه بتعدي بسرعه. كده ايه؟ ثانيه واحده يا قلبي. كده ايه؟ كده الكريستاله قلب وثلاثه لولي. تمام. هاتي بقى كده. يلا جادتي هتعمل ايه؟ هدخل القلب. جادتي هتحط القلب. هاتي كده يا قلبي. أنا وهنفضل نشتغل على نفس الشكل ده. تلاتة وخرزة كبيرة واتنين وخرزة طرق. كبيرة. أيوة زي ما احنا عايزين. لو عايزينها تطول أزيد من كده يزودوا ايه؟ يزودوا في اللولي اللي في النص. تمام. بعد اذني ايه؟ معلقش على التصوير بتاعك. ماشي. بصوا بقى احنا كده تقريبا خلصنا ايه؟ خلصنا الخطوات بتاعتها. ثانية واحدة. اهو ده كده الايه؟ لا يا قلبي خلاص كل واحد ليه الميدالية بتاعته. ده كده الترتيب بتاعها. علشان بقى نعملها نظيفة وحلوة كده والرابطة بتاعتها متدارية. هات انا بقى كده اللي اكمل. امسكي انتي صوري يا قلبي وخلي ايدك عالية كده. داخل ايدك يا جهدتي. بصوا بقى هنعمل ايه؟ هناخد الطرفين دول ونروح رابطينهم كده. اهو رابطة على الحرف. تمام. هنقص الفتلة الزياده دي. ما تخليش ايدك تترعش يا جودي. لسه كانت بتقول ما تتريقيش على التصوير بتاعي. لازم ايه؟ لازم ايدك كمان. معلش لازم الطرف يسخن قوي. لازم الطرف بتاعها نلحمه ايه؟ نلحمه كويس. هنعمل ايه بقى؟ بصوا هنعمل حركه حلوه قوي. هنمسك الفتله هندخلها ونمشيها. نمشيها كده. نمشيها. استني عشان الكاميرا تركز قوي. ايوه لحد ما نخلي ال اسمها ايه الرابطه اللي احنا عملناها تدخل جوه الخرزه اللي فتحتها ايه؟ القلب. كبيره. بصوا بقى الجمال. واو. بقت نظيفه جدا ازاي. بصوا من اولها لاخرها. الرابطه ايوه الرابطه مستخبيه فين؟ الرابطه مستخبيه جوه القلب ده. حلو كده. نمسك الطرف ده نرفعه كده كويس. لا لسه ونحط فيه اتنين. لا اتنين عشان تطول شوية وفي نفس الوقت تبقى محكومة. ادي واحدة. هاتي واحدة كمان يا قلبي. وادي في لولي الفتحة بتاعته بتبقى كويسة وبيعدي وبيعدي الفتلة بسرعة. خلاص دي تمام يا قلبي. وفي لولي لا بيوقف الفتلة كده ومش بيخليها تعدي. اهي بصوا بقى كده. واو. هنيجي هنا علشان نحكم اللولي لازم نعمل ايه؟ رابطة. لازم نعمل عليه رابطة. ترارارا. ترارارا. جميلة خالص. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ حلقة. هنركب الاول حلقة صغيرة. وبعد كده الميدالية اللي هي الدايرة بتاعت المفاتيح دي. يلا بينا. هتعرفي تركبيها؟ أنا لا. لا 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 انا عايزاهم يشوفوا الرياكشن. هتعرفي ترتبيها؟ لا. قولي. انا قلت ترتبيها. سوري سوري. هتعرفي تركبيها؟ انا هعرف. ما هي لازم الحلقه بتتفتح وتتقفل وانا بخاف على صوابعك. لا امسكي. انا وافر. طلعي يلا. فين بقى الحلقه؟ لا اله الا الله. الحلقه لا لسه محتاجين حلقه من هنا. طب ما انا ما عنديش والله يعني طول البال. لا صغيره قوي. طب امسكي امسكي. انا في الحلقه كبيره. امسكي. انا يوم ما اشتريت الخرز ده قلت لهم انا مش هعمل حاجه. اكتشفت ان انا اللي بقيت اعمل كل حاجه. لا بعمل تفسيره كويس. بتعملي تفسيره كويس. ايوه انتوا احلى حاجه بتعملوها التفسيره. وكمان الاساور بتاعت بوكس الفانز انتوا اللي قايمين بيها كلها بصراحه. انا التفسيره بس. بصوا كده ركبنا ايه؟ ركبنا الحلقه المدوره دي. وهنيجي على الميداليه دي. الميداليه دي عندنا او الحلقه دي عندنا منها كتير جدا. وبرده ممكن تشتروها من حاره المزين على فكره. تمام. ونعمل كده وترارارا. ايه رايك؟ حلوه. وريها لهم بقى. احسن. يلا. لا بتاعتنا احلى اهي. هنعمل حرف الاكس. لا وريها لهم. استني استني استني. كل واحده تمسك الميداليه بتاعتها. استنى عشان الكاميرا تركز.
الكاميرا مش قادرة تركز من كتر انعكاس اللولي. بصي بقى جميلة، بس 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 ركزت حلوة قوي، ركزت حلوة قوي. مكانك يا جيدتي اهم كده، الاتنين تحفة 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 ورقاق جدا. امسكيها كده، حلوة قوي، حلوة حلوة ورقيقة. يا بنتي انت عماله تعمليها كده ليه يا بنتي؟ نفسي اخد ارك انا وانا بصور، اركز وانا بصور، احاول اركز وانتوا ماسكينها يا ماما. شكلها حلو، بصي شكلها جميل ورقيقه. ارق كمان من اللي انتوا كنتوا عاملينها لي، عشان دي تعتبر خط واحد. اللي انتوا عاملينها لي كانت مجوز كده، تمام. نخليهم يكتبوا لنا رايهم تحت في التعليقات. هناخد لها صوره كده نحطها على جنب في اول في اول الغلاف، وصوره ليكوا، تمام. نقول لهم يلا باي. لا لايك وشير سبسكرايب. يلا باي.